أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على أبرز التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الحكومة في ضوء تصريحات رئيس الحكومة معين عبد الملك. قال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن الحكومة ستركز عملها خلال الفترة المقبلة على إصلاح المنظومة الإدارية والمالية والاقتصادية لمؤسسات الدولة وتفعيل الأجهزة الرقابية. أضاف في حوار تلفزيوني مع قناة اليمن الفضائية أن هناك انكماشا في الناتج المحلي وصل إلى 40% عما كان عليه سابقا، إضافة إلى انخفاض سعر الصرف وانخفاض إنتاج النفط إلى 10%. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي إمكانيات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية؟ وهل جاء التغيير في رئاسة الوزراء بهدف العمل على تجاوز هذه التحديات؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. أنا يعني المبدأ اللي سأعتمده هو الشفافية. الشفافية أكثر المصطلحات التي وردت على لسان رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد في أول مقابلة له مع فضائية اليمن الحكومية، والتي أكد خلالها بأنه لن يضع توقعات عالية لأنه كما قال لا يمتلك عصا سحرية، بل سيكون واضحا وصريحا وشفافا. في هذه المقابلة عرض رئيس الوزراء ما يشبه البرنامج الحكومي لنيل الثقة، لكن في ظل غياب المؤسسة التشريعية التي كان يتعين عليه الذهاب إليها، إلى جانب مظاهر عديدة من مظاهر الدولة اليمنية التي تآكلت على الأرض بتأثير التحالف أو تحت وطأة الصراع المسلح مع الإنقلابيين الذين يضعون يدهم على جزء مهم من البلاد ومواردها. الوضع الاقتصادي الذي عرضه رئيس الوزراء الجديد قاتم للغاية، فالإنتاج الحالي من النفط لا يتجاوز 10% مما كان ينتج في السابق، وتدهور حاد في أسعار العملة الوطنية أمام العملات الخارجية، وتدهور مماثل في القدرة الشرائية للمواطنين، وانكماش في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 40%، مضاف إلى كل ذلك الكارثة الناجمة عن إعصار لبنان الذي ضرب المهر مؤخرا. نحن في وضع سيء للغاية لكن بالإمكان التصحيح، قالها رئيس الوزراء في سياق عرضه لما وصفه بالوضع المختل في الدولة في ظل مظاهر تشكل مواجهتها أولوية بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد، وهي كما عرضها ردم الثقوب السوداء التي تأتي في طليعتها الكلفة العالية لتوليد الكهرباء فيما يبقى التحصيل ضعيفا. رئيس الوزراء تحدث عن أهمية ضبط معادلة الإيرادات والنفقات وعن إمكانية مضاعفة الموارد الحالية في المستقبل. النقطة الشائكة في مهام رئيس الحكومة تتعلق بالتغيير في ظل تأكيداته على أهمية الاستعانة بالكفاءات في كل مكان، ونفيه ما تردد من حديث حول فكرة الحكومة المصغرة ودمج للوزارات التي رآها صعبة في المرحلة الراهنة ما لم تخضع للدراسة، لكنه وعد بمناقشتها مع الرئيس وصولا إلى مستوى مختلف من الإدارة والقدرة على الوصول إلى الناس. سيرفع بشكل واضح فين الخلل اللي عندي الآن، ما هي الوزارات الخدمية الآن اللي عندي فيها إشكالية وبالإمكان تحسين الأداء فيها وكيف سيكون ذلك. النهج سيكون مختلفا عن المرحلة السابقة، هكذا أكد رئيس الوزراء، لكنه أكد أيضا أن تغيير قيادات أخفقت في المرحلة الماضية يحتاج إلى تشخيص وتقييم حقيقي وإلى مراجعة الأسس وعبر تصور حقيقي حول مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها. أبدأ النقاش مع المتحدث باسم الحكومة راجح بادي من الرياض. أهلا بك أستاذ راجح. في حديثه التلفزيوني الأخير مع قناة اليمن الفضائية، رئيس الحكومة تحدث عن مجمل التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الآن. هل لدى الحكومة القدرة على الوقوف أمام هذه التحديات وتجاوزها؟ حقيقة أنه كما تحدث الأخ رئيس الوزراء عندما قال أنه الوضع يعني صعب، الكل يعلم انه الوضع الاقتصادي الان صعب وصعب للغايه، لكن الاراده موجوده لمواجهه هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يلقي بظلاله على كل اليمنيين في كل المناطق، خاصه يعني في ظل تدهور سعر العمله الوطنيه. الاراده موجوده والرؤيه تتضح اكثر واكثر لمواجهه هذا الوضع الاقتصادي المأزوم. ويعني نحن ان شاء الله نمتلك هذه الاراده، وهناك دعم الان من قبل دول التحالف
هو ان شاء الله التعاون المثمر والجاد بيننا وبين الاشقاء التحالف العربي سنستطيع ان نحقق خلال الفتره القادمه ان شاء الله. يعني طيب استاذ راجع الى جانب الاراده، ما الذي يفترض ان يتوفر من ادوات لحكومه معين عبد الملك حتى تتجاوز هذه التحديات؟ ما المطلوب من التحالف؟ لم اسمع السؤال. تقول ان لديكم الاراده الان للعمل في الفتره القادمه لتجاوز هذه التحديات، سؤالي عن ما هي الادوات التي يفترض ان تكون موجوده في يد هذه الحكومه وما هو المطلوب من التحالف كدعم لحكومه معين عبد الملك؟ بالتاكيد انه الادوات ستتوفر اذا يعني تم الدعم من قبل الاشقاء في التحالف العربي. نحن بالنسبه لنا في الحكومه كما يعلم الجميع الايرادات يعني شبه ضئيله، يعني لا يعني التصدير من من النفط هي ارقام ضعيفه جدا جدا، يعني نحتاج دعم كبير وحقيقي من قبل التحالف. وحقيقه انه الاشقاء في التحالف كما تعلم اليوم وصلت اول شحنه من المشتقات النفطيه لمحطات توليد الكهرباء في عدن والبالغ قيمتها 60 مليون دولار، وهذا مؤشر طيب ومؤشر سيسهم يعني عنوان لمرحله التعاون في الفتره القادمه ان شاء الله. هناك كثير من القضايا في المناطق المحرره ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه يعني سيتم يعني البحث فيها فيما يتعلق سواء من الناحيه الامنيه او من الناحيه العسكريه مع الاشقاء في التحالف العربي، ويعني هذا سيمكن الحكومه من اداء مهامها وتحسين ادائها بشكل جيد وتنميه ايراداتها بشكل افضل. التحدي كما قلت التحدي كبير وكبير جدا، لكن ان شاء الله نامل ان 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 ان, أن نحقق الكثير خلال الفتره القادمه ان شاء الله. طيب استاذ راجح، تقديم هذه الهبات فيما يتعلق بالمشتقات النفطيه و في القطاع الخدمي ربما هي ليست الحل، الحل ربما أن تكون هناك استدامة في هذه الخدمات من قبل الحكومة. أشار رئيس الوزراء إلى أن الصادرات اليوم النفطية لا تتجاوز 10%، وأنت أشرت ربما أنه إلى ضآلة الصادرات ربما هناك أزمة اليوم في إيرادات الدولة. ما الذي يمنع اليوم الحكومة من التحكم بمصادر الطاقة والثروة وأيضا الموانئ والمرافق؟ هو فعلا يعني صادرات النفط كما قال الدكتور رئيس الوزراء صادرات النفط هي صادرات ضعيفه، يعني لا تتجاوز 30,000 برميل، ما يعادل 30 من 25 الى 30,000 برميل يوميا، وهذا رقم ضعيف ضعيف جدا. يعني بالنسبه لبعض الموانئ مثل ميناء راس عيسى وهو ميناء رئيسي لتصدير النفط من مارب، الكل يعلم انه لا زال تحت سيطره ميليشيات الحوثي. هناك بعض ابار النفط في بعض المحافظات لا زالت هناك بعض الاشكاليات التي تحتاج لحل كما قلت لك، سواء من ناحيه الحمايه او من ناحيه التفاهم مع بعض القبائل او مع التحالف العربي. لكن كما قلت لك مثل هذه الملفات الحساسه والشائكه والتي كانت متى يعني كانت محل خلاف او تباين في وجهات النظر خلال الفتره الماضيه، هناك يعني طرحت على الطاوله بشكل واضح وبشكل صريح، وان شاء الله كما قلت انه تلقينا وعود انه يتم حل كل هذه الاشكاليات من اجل ان تتمكن الحكومه من تنميه صادراتها بشكل ملحوظ. وحتى لو تمت يعني تنميه الصادرات نحتاج في الاخير ايضا لدعم كبير من الاشقاء في التحالف العربي، لانه كما تعلم ويعلم الجميع البلد فقير والامكانات التي تمتلكها اليمن امكانات ضعيفه، كانت في ظل الدوله وفي ظل يعني السلام، فما بالك الان والبلد يشهد حرب، يعني حرب ضروس في كافه الجبهات، هناك جبهه عسكريه، هناك جبهه سياسيه، هناك جبهه اقتصاديه، هناك تعدد جبهات تجعل المهمة يعني صعبة وتحتاج لدعم ولتكاتف الجميع لكي يستطيع يعني لكي يلمس المواطن تغير حقيقي ويلمس تحسن ملحوظ
نحن امام تحدي كبير وكبير جدا، لكن باذن الله نستطيع يعني ان 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 نقدم شيء للشعب اليمني الذي يعاني من ويلات هذه الحرب التي فرضت علينا ميليشيات. طيب استاذنك بالبكاء معنا استاذ راجح، نشرك معنا من ماليزيا المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. اهلا بك استاذ عبد الواحد. مرحبا اخي سامي. برايك ما هي ابرز المهام التي يفترض على الحكومه اليوم التركيز عليها والعمل على انجازها في القريب؟ هو احنا زي ما شفنا في المقابله حق الاخ معين عبد الملك، هو استعرض جمله من التحديات والصعوبات والاشكاليات والمعوقات اللي احنا كلنا بنعرفها اساسا، يعني مش محتاجين احنا نسمعها مره اخرى. كنا منتظرين من دولة رئيس الوزراء انه يقدم ولو خطوط عريضة عن ما يجول في خاطره او ينوي عمله في سبيل اصلاح الوضع الحالي. طيب من وجهة نظرك ما هي الاولويات التي يفترض الان التركيز عليها والعمل عليها من قبل الحكومة؟ هو طبعا معتمدين زي ما هو واضح على المعونات القادمة من التحالف وعلى دعم خارجي، لكن في اهمال شبه كامل للايرادات المحليه من النفط والغاز. اول شيء النقطه اللي اتكلم عليها انه هو بيحصل على 10% فقط مما كان ينتج في السابق. بس كمعلومه فقط انه انتاج اليمن في عام 2014 كان حوالي 150 الف برميل، والانتاج الحالي هو 50 الف برميل او ما يزيد عن 50 الف برميل، وهو ثلث او 30% مما. فهذه بس لتصحيح النسبة اللي وصلت لرئيس الوزراء، أو ربما هو بيتكلم عن الكمية أو الإرادة الذي بيصله أو الذي بيستطيع التحكم به طالما في قوى مسيطرة على الأرض هي اللي بتأخذ إيرادات النفط. هذا من جانب. من الجانب الآخر هو يتكلم عن الثقب الأسود اللي بيتمثل في المشتقات النفطية، واللي يزعم أن الدعم السعودي بالمشتقات النفطية ب 60 مليون دولار شهريا سيساهم في حل مشكلة الضغط على العملة الصعبة، بالرغم انه بكل بساطة بامكانه يعيد تشغيل مصافي عدن، والمصافي تصفي النفط الخفيف القادم من مارب الذي لن تكلف عمليات نقله من مارب الى عدن اكثر من 6 دولار للبرميل، باجمالي حسبه كامله شهريا لن تصل الى 3 مليون دولار شهريا، بدلا عن ال 60 او 70 او ال 100 المليون التي بيصرفوها حاليا على المشتقات النفطيه. فتشغيل مصافي عدن خطوه اساسيه هو لم يتطرق لها، كل اللي تطرق له انه بيشتكي منه موظفي مصافي عدن بيستلموا راتبهم دون ان يعملوا. طيب خليهم يشتغلوا يا اخي. طيب اعود مره اخرى للمتحدث باسم الحكومه استاذ راجح، رئيس الوزراء تعهد بمعالجه اختلالات اداريه واقتصاديه واشار الى اهميه ان يكون هناك تغيير في الكفاءات واتاحه الفرصه للعمل لها، هل يمكن ان نشهد خطوه قريبه؟ هناك حديث عنها في وسائل الاعلام تتعلق بتشكيل حكومه كفاءات، حكومه مصغره. أنا أعتقد أنه هذه النقطة تحدث شأنها دولة رئيس الوزراء في نفس المقابلة، وقال أنه التعديل يحتاج إلى تقييم أولا. أعتقد أنه من المبكر الآن الحديث عن حكومة مصغرة، لكن الحكومة الآن ستبدأ بممارسة مهامها خلال الأيام القليلة القادمة من الداخل، ثم يعني يكون هناك تقييم للأداء. ومن المبكر الحديث عن حكومه مصغره الان كما قال دوله رئيس الوزراء في نفس المقابله. طيب الاخبار تتحدث اننا ربما الحكومه بكامل طاقمها تكون يوم الثلاثاء في العاصمه المؤقته عدن. ما المختلف هذه المره؟ لطالما عادت الحكومه بكامل طاقمها الى عدن ولم نشهد اي تغير ربما في الجانب الخدمي وتخفيف معاناه الناس، هذه المره ما المختلف؟ وهل البيئه مهيئه وجاهزه للحكومه لكي تعمل بشكل حقيقي وفعال من الداخل؟ هو للايضاح والتوضيح بشكل افضل، هو يعني كثير من الوزراء الان موجودين في عدن يؤدوا مهامهم، وكثير من الوزارات فتحت مكاتبها في عدن وتعمل يعني بشكل جيد.
لكن العودة هي ستكون لرئيس الوزراء وبعض الوزراء الموجودين هذه الأيام خارج العاصمة المؤقتة عدن. وإن شاء الله تكون هذه العودة يعني تختلف من ناحية أنه يتم تمكين الحكومة من العمل بشكل أفضل وتهيئة الأجواء داخل المناطق المحررة التي تستطيع الحكومة أن تعمل. نحن متفائلون أنه يعني المرحلة القادمة ستكون أفضل من المراحل التي سبقها، ولا نريد أن نستبق الأحداث والأوضاع. نحن بالنسبة لنا متفائلين، ويعني الأيام القادمة ستكشف الكثير وندع الأحداث والامتيازات إن تحققت تتحدث عن نفسها. سؤال أخير أستاذ راجح، صحيفة عكاظ السعودية تتحدث وفق مصادر عن أن هناك خطة عمل قدمها معين عبد الملك، ما أبرز ملامح هذه الخطة وهل سيتم الإعلان عنها قريبا؟ خطة عمل بشأن عمل الحكومة إن شاء الله. هناك بالتأكيد أي رئيس وزراء يتولى رئاسة الحكومة تكون لديه خطة عمل أو خطوط عريضة لتغيير مسار الحكومة. والدكتور يعني بيرأس أول اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، وسيعرض هذه الخطة أو هذه الخطوط العريضة على مجلس الوزراء لإقرارها، وكل هذا سيحدث في العاصمة المؤقتة عدن إن شاء الله في أول اجتماع لمجلس الوزراء. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، كنت معنا من الرياض. أعد ضيفي من ماليزيا عبد الواحد العوبة المحلل الاقتصادي. بالنظر اليوم إلى واقع الحكومة والإمكانيات المتوفرة لديها، هل تعتقد أنها قادرة على تخطي الأزمة الاقتصادية واستعادة قرار التحكم بالموارد؟ أخشى أخي ثاني أن دولة رئيس الوزراء لن يكون أكثر من مجرد لنقول ممثل يقوم بدور وظيفة رئيس الوزراء في الوقت الذي هناك في الخلف من يحكم أو من يحكم في الظل إذا صحت التسمية، وليس لديه قرار حقيقي في يده ولا يتمكن من تحقيق أي شيء على أرض الواقع. ألا يعتبر هذا من استباق كما أشار متحدث باسم الحكومة؟ الكلام اللي تحدث به السيد معين عبد الملك في مقابلته لا يعطي اي مؤشرات نحو اي تفاؤل او اي مؤشرات ايجابيه نحو اي حلول. هو قال سيعتمد سياسات نقديه تؤدي الى زياده الدين الداخلي وتم تطبيقها من سابق واثبتت فشلها، يعتمد على مساعدات من الآخرين ولم يلتفت للإيرادات المتوفرة لديه والتي بإمكانها أن تحسن من وضع الاقتصاد بالاعتماد على الموارد المحلية والمتوفرة في البلد. لم يتكلم على الفساد وعلى تغطية الثقوبة السوداء، هو ذكر أحدها التي تستهلك الموازنة العامة للنفقات، ولم يتحدث عن خطته بهذا الشأن. فهو لم غطي إيرادات ولم غطي نفقات، وفوق هذا كله رافض لموضوع الحكومة المصغرة في ظروف الحرب التي تعيشها البلد، متعذر بالهيكل التنظيمي وسياسة الدولة وما إلى ذلك، رغم أنه يعرف أن هذه الحكومة لن تكون إلا بشكل مؤقت وسيعود الوضع كما هو عليه في المستقبل عندما تتحسن الأمور. طيب ما أهمية تشكيل أستاذ عبد الله واحد، ما أهمية تشكيل حكومة مصغرة؟ يعني ما الذي سيختلف؟ أول هو يشتكي الأخ معين، يشتكي من أنه لا يوجد لديه كادر يعمل. طيب بإمكانه أن يعمل حكومة مصغرة تدير العناصر الأساسية للدولة، يعتمد فيها على الكوادر المؤهلة والكفوءة والتي لها خبرة في الميدان لكي يديروا البلد وينتقلوا بها إلى شط الأمان. هذه متطلباته هو وليست متطلباتنا نحن. هذا بالإضافة أصلا إلى أنه التكاليف الباهظة التي تتحملها البلد جراء وجود هذه الحكومة المتضخمة التي يصل عدد وزرائها إلى أكثر من 40 وزير
ومئات الوكلاء والنواب بمن ليس لهم عمل حقيقي ويستهلكون مبالغ مهولة من العملة الصعبة كلها على حساب العملة المحلية وعلى حساب قوت المواطن في الداخل. شكرا لك المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، كنت معنا من ماليزيا، واشرك معنا بالنقاش استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديده الدكتور فيصل الحذيفي. اهلا بك دكتور فيصل. دكتور فيصل، هل التعديل الذي حصل في رئاسه الحكومه قادر على تجاوز التحديات السياسيه والاقتصاديه التي تمر بها البلاد؟ حتما تغيير رئيس حكومة فقط مبدئيا هو غير قادر على تجاوز هذه الصعوبات، ولكن نحن نأمل نضع الأمل بأن يكون هناك مزيد من الصلاحيات لرئيس الحكومة بأن يشكل فريق حكومي مهني يحدد أهدافه للمرحلة بدقة على أساس أن يتم تقديم برنامج واضح وتنفيذه، وهذا يتطلب أيضا الدعوة إلى عقد مجلس نواب يقدم الحكومة برنامجها أمامه لكي تحصل على الثقة وتكون مشروعيتها عالية جدا، حتى لا يكون العمل مجرد فئوي أو عصبوي لمجموعة وجدت نفسها في واجهة. وهناك أيضا مبدأ الثواب والعقاب وكذلك الإصلاح الإداري الذي أعلنه رئيس الحكومة بحاجة إلى إرادة وقيادة وصلاحية كاملة، لأنه كما نلحظ بأن الرئيس عبد الرب منصور يقبض صلاحية من دونه ودول التحالف تقبض صلاحية عبد الرب منصور ومن دونه، والدول الراعية الكبرى تقبض صلاحية هذه دول التحالف ومن دونها، وبالتالي في غياب الصلاحيات الممكنة للفريق الحكومي ستكون هناك مهمات مستحيلة لإنقاذ ما لا يتوقعه أو ما يتوقعه الجمهور. طيب دكتور فيصل، اليوم لا أحد يستطيع أن ينكر أنه ربما موضوع الأزمة السياسية الحاصلة والخلافات الحاصلة داخل معسكر الشرعية مع التحالف أن لها سبب ربما وتبعات على تردي الوضع في البلاد. المتحدث باسم الحكومة يقول نحن متفائلون بأنه سيحصل هناك ربما دعم من قبل التحالف وسنتمكن من أن يكون لنا قرار في التحكم بالموارد والموانئ والمنافذ اليمنية ورفع الإيرادات والصادرات من اليمن فيما يخص المشتقات النفطية. هل تعتقد أن حكومة معين عبد الملك ستمنح دعم من قبل التحالف، وهل سيحصل هناك تفاهم مع التحالف ودعم لهذه الحكومة؟ هل الأمور مهيئة وهل هناك رضا كامل على هذه الحكومة؟ أولا التعويل الكامل على العامل الخارجي هو بحد ذاته خيار خاطئ، وهذا الخيار الخاطئ هو الذي سيزيد إغراق البلد في أزمته وإفشال الحكومة والسلطة الشرعية. المعول على الحكومة وعلى السلطة الشرعية أن لا تلتفت للدعم الخارجي ابتداء وأن تبدأ بإصلاح البلد الداخلي. هناك فساد مالي وإداري واضح، وهناك إيرادات وأوعية إيرادية لا تورد مواردها يوميا إلى البنك المركزي حسب القانون. أنا سأعطيك مثال، جامعة تعز بمواردها وبنفقاتها الخاصة تورد إلى البنك الأهلي، أي أنها لا تعترف حتى بالقانون الذي يتبع السلطة الشرعية. المفترض أن كل المؤسسات الإيرادية يوضع لها حصرا وتلزم يوميا بإيداع إيرادتها بما فيها البنوك والصرافين إلى البنك المركزي، وإلزام الدعم الخارجي والتعاون الدولي والمناطرة الدولية بأن يكون البنك المركزي هو الغالب لإيداع الأموال الصعبة هذه، ومنح البنك المركزي ما يعادلها من الريال اليمني لتشغيل نفقاتها. يعني هناك فساد مهول إداري ومالي في الداخل، هناك مؤسسات معطلة وفيها رئاسات وإدارات ووكلاء وهيئات تستلم وتتقاضى بالدولار وهي لا تعمل شيئا. طيب هذه الاختلالات الإدارية والاقتصادية في جهاز الدولة هي موجودة ورئيس الحكومة أشار إليها وتعهد بمعالجة هذه الاختلالات، هل هو قادر على معالجة هذه الاختلالات؟ هل الرغبة موجودة والإرادة فعلا من قبل الحكومة الشرعية بالرئيس هادي ورئيس الوزراء؟ بالنسبة هناك فرق بين الرئيس والحكومة، الحكومة تعتبر في نظر هذه مجرد فريق يشتغل معه وليس حكومة مسؤولة أمامه ومسؤولة أمام البرلمان، وهي لها صلاحيات كاملة حتى نستطيع أن نبني على
على أدائها النتائج نقول بأنها ستكون محققة. وبالتالي الإرادة الحقيقية مختزلة بيد الرئيس عبد الرب منصور. عليه أن يطلق يد الحكومة وأن يمنح الصلاحية الكاملة وأن يكون حكما وأن يكون صاحب القرار في تنفيذ القرارات المرفوعة إليه من الحكومة ليعاقب المسلم ويكافئ المحسن. أنا أعتقد أنه معين عبد الملك أو فريقها الحكومي أي تشكل هو ألمح إلى أنه لم يشكل فريق حكومي وإنما يلمح بالثواب والعقاب لأنه من سيحسن فبقيه ومن يسيء ربما نعزله. وهذه طريقة أيضا ليست نافعة، لابد من تشكيل فريق حكومي يتواءم معه وأن يكون هناك خطة تعرض للجمهور وأمام مجلس النواب ينبغي أن ينعكس حتى تلقي السلطة الشرعية مؤسسات تعطي إقناع للعالم الخارجي بأن يستجيب. يمكن أن يمول بقرون حسنة الصعوبات المرحلية التي يمكن أن تعيد تشغيل المؤسسات وتهيئتها. المعضلة الاقتصادية تحتاج إلى فريق مهني وقادر، وصلاحية هذا الفريق هي الأولوية. ما لم يمنح أي فريق صلاحية لا يمكن أن يجد شيئا. أنا قلت في بداية الحديث بأن رئيس هذه يقبل صلاحيات وسلطات من دونه، ودول التعارف تقمم صلاحية الرئيس هذه ومن دونه. وبالتالي عندما يكون الفريق الحكومي مبزوء الصلاحيات يعني من المستحيل أو من الصعوبة بمكان أن يؤدي إلى نتائج يمكن التعويل عليها بأنها ستتحقق طيب هو من هذه الناحية الاقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي، اليوم الحكومة مطالبة بتفعيل واستعادة مواردها خصوصا النفط والغاز، هل بمقدور الحكومة اتخاذ قرار سياسي فيما يخص ذلك؟ نعم، إذا امتلكت الشجاعة والقرار تستطيع أن تخاطب دول التحالف خطابا مكتوبا علنيا أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وهي ستصبح تضع كشف لك أمام هذه الدول. أما الحوارات المغلقة في حضورات ضيقة شفهية بالتأكيد لا يمكن أن تستجد دول التحالف لمثابين. هنا معروف في العلاقة الدولية ما هي القنوات البروتوكولية والدبلوماسية التي يتم التخاطب فيها. أولا تبنى العلاقات بين الدول على الاتفاقيات، ما هي الاتفاقيات تنظم علاقة الحكومة بدول التحالف في هذه الحالة أولا. ثانيا كل الخطوات الممكنة في السياسة المحلية أيضا تقوم على اتفاقات مع دول العالم ومخاطبة رسمية علنية تكون موضع قياس وموضع رد فعل أيضا وضغوطات. تصور بأن الحكومة والرئيس لو تم مخاطبة دول التحالف بشكل مكتوب ودبلوماسي حتى القنوات الرسمية تفكر دول التحالف أن تتعاطى مع الحكومات بشكل مختلف. أما عندما يصبح العمل كأنه مجموعة عصابة في جهاز مغلقة تتحدث شفهيا وكل إنسان يتكلم بالآخر ويتقاسم الغنائم وهناك مستضعف قوي ومستضعف بالتأكيد لن نصل إلى تحقيق هذا الطلب الذي سعى إليه. دكتور فيصل حذيفة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة هذا المساء الزميل معير أبو المجد.